ورد في الرواية أن الله عز وجل يقول عبدي أذكرك وأنت تنساني، أتقرب إليك وتهرب مني، أستحي منك ولا تستحي مني. ها نحن وقوفا أيرى بين يديك وقد اعترفنا بالذنوب والمعاصي، ولا نريد الليلة أن ننصرف من هذا المكان إلا والذنوب مغفورة بين يديك. ورد في الرواية أن قوم أنزلهم الله في قعر نار جهنم، فنادوا من قعر نار جهنم يا رب، حجبت الملائكة صوتهم، نادوا ثانيا يا رب، حجبت الملائكة صوتهم، نادوا ثالثا يا رب، حجبت الملائكة صوتهم، نادوا رابعا يا رب. وإذا بالرب يتدخل يقول ملائكتي لم تحجبون صوت عبادي، اخرجوا من جهنم لقد غفرت لكم. أي رب، جهنم دار عقوبة ونحن في شهر الضيافة الذي وعدنا فيه باستجابة الدعاء، وها نحن قد رفعنا الأكف بين يديك وأقررنا على أنفسنا بالذنوب، فلا تردنا بالخيبة مصروفين يا الله. ربي 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 ربي، أنا مذنب أنا عاصي، أنا مذنب، أنا مذنب، أنا عاصي، أنا مذنب، أنا مذنب، وقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلة يا الله. أنا مذنب، أنا مذنب، أنا عاصي يا رب. أتحرق بالنار عيني كانت من خوفك باكية، أتحرق بالنار قلبي وكان بحبك مولعا، أتحرق بالنار أتحرق بالنار أركاني وكانت من خوفك ركعا سجدا يا بصوت واحد. هذه ليلة الجمعة، استنزلوا الرحمة، استنزلوا المغفرة، استنزلوا الرضا من الله بضجة واحدة إلى الله يا عسى.
سريع الرضا أحسن الظن بالله يا سريع الرضا يا سريع جميعا اغفر لمن لا يا من اسمه وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله سلاحه يا سافغ النعم يا دافع المقام يا نور المستوحشين الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد استريح وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة 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 الساعة